إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اختبر نفسك نفتاد امتحان أو تجابك قاد وامتحانك الطابع وكيف وهو امتحان يا الوحدة الثانية الثالثة عشرة والرابعة عشر لبدي شابتر أما قيبود تيسة دحية تبنادية تي أفريا تبناد وحوي اختبار كيدي أولا المفردات مركه روى أريو أي امتحان قصع ذا سل بين المفرد والجمع اسكو حريري أو حريق اسكو حد كلمة مفرد كأي جمع عيدة وحوه ريا واحد أسبوع أي مفردة وحوي أن جمع عيدة أصابيع وي صحيفة وشريدة دي وحوي مركه جمعه الصحف انطالكا كقرنوي تذكرة وتكتكا لغرها عدي عردها وحا كقرن جمعه وتذاكر ويان وحاوي قيبت افراد يوم ومال جمعه وايام مالمو رأس ومضح وحاوي جمعه رؤوس وحاق اوضن بيسو كقرن جواز وباسبورت وحا مركا جمعه جوازات باسبورو شوط وهل مر أو وريقة وها أو جمع أشواط أو يدنا جمع عادي هديات قرطو سؤالها تضبط من حبت بالغو صحية تضبط درجات يرانيسن ضع علامة غلط علامة غلط كذلك على الكلمة الغريبة كلمة كوكو عصب رياضا منا ومنا وحكمتها أماكن الحج عرفات أو كلمة مزدلفة يطواف يعتمر وعمر يسنى يسوم واسوم يقرأ واخر يضوف وريقيا كعبد كوريقيا كشمير أو ضلع اندونوسيا أو ضلع خطوط ودوينكا جو هو ضم مريض ديارته مران السعودية وضلع سقنا طائرة وديارة فندق وهوتيل مطار وإيربورت يوم الجرّن كديارتها مسافر ونص عضالة شمال ويفقد ما هو يضوف وطواف يا وكوريقيا يسعى وعريا صفا يمر دحد مسافر وان يعني ما يربي وحليه هي تلبيه لبيك اللهم لك لبيك الهي بو اقبل يا اوه غانسنيا تلي حد وا شمال وقوي جنوب كونفر شرق وبري سوق وسوق وحلو كلي يبسدو قيبته 16 وا هو 16 اصابع 10 كتوتو 18 8 وا 19 19 كلمتها كوغو عصب يعني علامه غلط صار هدي اد غلطه 7 من حبت با ليده وا 7 درجه اختر الكلمة المناسبة كلمة كوها بون كقر اختر دور أحرى الكلمة المناسبة كلمة ماشة كوها بون واكتبها كقر في الفراغ ماشة مرن يدبعوه يا الان يقيم محمد محمد حجوق دونا أو دقي دونا في فندق بالقرية مركا مكتبة باقرن لكن فندق أيال دقية فقدت وحوى الحقيبة البيت لباسا كقرن لأن الحقيبة قرية فقدت الحقيبة شنددي باواي بما بحالك كوغو قورن وانت في مكة مركا وحا قورن تقضي تشعر تشعر بالقانسة بما تشعر محا دريميسا وانت في مكة مركا مكتش وقتو درينك دريميسا واسدي يعني ومركا وما اشعر بسرور فرحت بان دريميا واماكنتي خيرك القم وحا سبعة اشواط ايا كوغو قورن تدووريك طفتو باقتنا ميسا صليتو مركا وحا قورنسا طفتو سبعة اشواط وحان كووريكي كعبادة تدوبتشير نصلي الظهر والعصر جمعا مالك اينا وقرن وحين تكلينا الظهر كي عصر كي يغو اسود مايسترن او وضا صعودا او مركليا و ايا مركا كو قرن عصر ما قدم بيسا وقصرا تكوها بوان وحوية وقصرا جمعا وقصرا وحين سمينينا مرنوين وتكلينا وانين وقابلين اللبضة ومن لبرك عودين وكتكلينا المدينة المنورة مكة بحالك كو قرن لحظة بنان شمال يفي ايا كو قرن تظهر لسا المدينة المنورة شمالا مكة مقالة المدينة وحي كحكتها وقوي حق مكة
لكن في مكة ورميسة مكة كم رحت هالو شمال مكة مكة وقوي بيك حقتها. أريد الحجز تأكيد التمريض لا باس كقر أريد الحجز وعندونا يا إن حيره يا حيرات أما بوكينج راي يسي قرشو مركا ومحي أريد هكذا مركا تحجز دخل بنان تأكيد الحجز ومركا التمريض معها أو يعني هي تمريض كوه حوية وقفك بكا وقفك بكا وهذه جدي سي وشقين تيسا حاجة عافية ماتك مركا تأكيد الحجز إن هو بيأت كيو يعني بوكينج رينتي يكتيد كان قصته يوقت جيس يوحي ثانيا تراكيب والنحو إما كان واجم وجملوين كيو إيو النحو حقيقي سلبين السؤال في ألف والجواب في باء واحد كحدا سؤال شقيبت ألف قطالة يجواب تبعض قطالة الله بدأ يسأل اسكوها به السؤال سؤال شو حقا الجواب باء الجواب نو حقا أين التذاكر بالقول هل كي تجددي يا لان ما يت هذه التذاكر وكون تجددي كم يوم ستقيم هنا إمي سألكين شو قدون تا إمي سمع الموت ووقم حاكو قرن خمسة أيام شن مالموت بان شو قدونا ما اللون الحقيقي بهذا النسو أشو أي تاي ومحمد أبكا شنطتو وحاكو قرن بعضا ما ألفكا لونها أزرق مدب كيد هو بلو وي تافردو حبي ماذا في الحقيقة ما حاكو جرى شنطتا وحاكو قرن هل كي تالوين بعضو في الحقيقة التذاكر شنطتا وحاكو جرى تكتا ديارد اللي راعي متى العطلة وقبت سنة متى العطلة وقور مفصحي وعمرك كقرا ذلك في شهر رمضان وبشهر رمضان كم شوطا ضفت إما ستشيربا وقبت الأحد إما ستشيربا دوريكتي وتكعبت كوريكتي وعقرا جيمك خمسة عفوا سبعة أشواط تطبت شير تاسا مركز شواب تيدية هذه عاد ولح سؤالو دي وضع الصحابو سيدي لح درجال دي أكمل بوضع الكلمة الصحيحة مما بين القوسين هذا كان وحباك كلمان إذا ما يستر أديكوا لوضع قوس كوتشر كقها بون ماشة دقيقة ما لون حقيبتك شندت هذا مدب كيد وام حي مرك هالك لون هي لون هابا قرن لون هابا قارس لونها أسود مدب كيد وام مدوم سوقيم في فندق بان دقنا هاي مرك قريب يا قريبة بحاجة دمك قرن قريب بعد قارس هو مذكر قريب من المسجد الحرام مساجك شرفت له فوق قلوه أما هوتيل أنا هذا هوتيل له من دقنه هل هذه تذاكر تذكرتك كلمة تذكر كاجبا نعم هذا هذا هذه بعض مركها فوق قرن وحبرنان لبعالك يا لا تذكرتك تذكرتي ما حضرت مركها نعم هذه تذكرتي ها وكان كبير كي من أين أنت قادم حقيقة كتمي بالك فوق قرن أنا بعض مركها فوق قرن من بنغلاديش بان كي هذا بعض قادمة تيجي قادم وبحاجة ما يلا ماشى بنان محاضر جيسا قادم محاضر جيسا وأيو من أين أنت بالقرآن نبارة الله الله يا برسوله أنا قادم من بنغلاديش تلك بنغلاديش بانكاي قادم بالقادنيا العضلة يا جميل حق هربنا العضلة يا جميل العضلة في شهر رمضان بوري مركا حق ضم حق قرن متى أين كيف بالقادنيا متى العضلة وقور مفصحه يا جميل جميل العضلة تفصحه في شهر رمضان وبشهر رمضان هل قاعد يعد شن تأسوا الأوت صحبنا شن درجال ده ثالثا القراءة قيب تسد هذا امتحانكو وأخرس اقرأ الفقرة ثم أجب نعم أو بالله هورتا هذا كان تدو عن أخري ده بنوحي لقاوي ديو أما هذا أما ما يده أديكو أخرس كراعية تدعي واكن أحمد يقضي العضلة في مكة والمدينة المنورة وحقوق صورة ما يسمى دونا فسيحيس أحمد نك الله إلى هذا مجال هذا مكية مجال هذا مدينة أي مربى إن شوقي دونا فسح حكم هذا في مكة يصوم ويعتمر مركم مكة شوقه وانصوم يوان عمره سنة يا وعمل كبر يسمى كتيرية وفي المدينة مركم مدينة شوقنا يصلي صلاة كتيرة مساجد شرفت له ويزور المسجد النبوية مساجد النبي كان هو باقن دونا يشعر وحد ريم دونا في مكة والمدينة مركم مكة شوقي ومركم مدينة شوقه بالسرور الفرحات وكفر حسيه عمل كخير كله قابها خير كله يصل إلى الكعبة كعبة وروح قاري دورة بعد العصر عصر كذب وتجي دورة هذا علينا يضوف حول الكعبة وروح كوريك دورة كعبة هري هذا سبعة أشواط تضرب وريك مركا ألف يقضي أحمد العضلة في مكة والمدينة المنورة لبدا سوق لما يصن دورة أحمد والله صح تاسوي يصوم في المدينة ويعتمر في مكة مدينة ملك شو جو سوام دورة مكان وعمر يصن دورة تاسوا غلط
ومدينة صلاة يزيار كتري مساجد كأه يزور المسجد النبوي وبوقن دونا واصح يدو أحمد يشعر بالسرور في مكة مكة مركو تشوف فرحات بدريم دونا واصح ويدر فرحات بدريم دونا إنك سوي مدينة مركو ولا سعوتي هو لا يشعر بالسرور في المدينة مدينة فرح ما يبوري تاسوا غلط ما دريم مركو مدينة تشوف فرحات تاسوا غلط يسير إلى كعبة بعد العصر بو تجد ورا يدر واصح يضوف حول الكعبة سبعة أصوات سبعة أصوات تضرب وريج بكو وريج دورا تاسنا واصح ذهب أحمد مع الأسرة أحمد يقويس كيس ويس راعيا تاسنا هو غلط ولا ميس قويس دبى تنا واحد ليس سديد سؤال دوي ياري سديد درجات تحضو كل كلي سكوس هو ذكي امتحان كي أفرت درجة ويا الواحدة الخامسة عشرة عشرة جابتركا أما قيبت سنية طبنات وأصحة عافمات كي كهليتها الحوار الأول حوار كأمور الشيكيسي كوباد العرض واصل بندقي انظر ايك واستمع دقيسه واعد كعلي مسعود منك الإلهاب أوحيلي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محمود بأوحيلي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مسعود أوحيلي لماذا حضرت اليوم إلى المستشفى لماذا حضرت محاضو تمد اليوم ما أنت إلى المستشفى اخترك محاضو تمد محمود أوحيلي حضرت وحنو يمد لزيارة الطبيب الأسنان إن أنصاب وغضان أطغو دكتورك الكه مسعود وحر بما تشعر ما حدري ميسا محمود وحر اشعر بألم شديد وحن دريميا حنون ادو ادق في اسناني الكه كان كدريميا او الكه حنونيا ولماذا حضرت انت الى المستشفى اظن ما حضر خطرك اوتيميد مسعود وحر حضرت وحن اوتيميد لزياره الطبيب الانف والاذن والحنجره حضرت وحن اوتيميد دكتورك لزياره الطبيب الانف انان سو بوقدو اونو تاغو اون اركو دكتورك سنكا والأذن دقها والحنجرة يعونها محمود وحر بما تشعر محاد ريميسا مسؤول قال أشعر وحن دريميا بألم شديد في أذني حنون آذو أدق بعدكت أنك دريميا محمود وحر هل لديك موعد مع الطبيب وح بلانا مياد الله يا رهي دخترك مياد بلنسنتين وقت با بلنسنتين دخترك مسؤول قال نعم ها موعد الساعة العاشرة بلنتين أنا واسع عدد طبنات محمود وحر موعد الساعة العاشرة أيضا أنا جانا بلن كي هو سعادة طبعا كون محمود بروح الساعة الآن التاسعة والنصف سعاد إمك هو سقال إكي يبركي الباقي نصف ساعة نص ساعة بين نهاري الحوار الثاني وذا الشيكيس قال لبعض انظر إياك واستمع لجيس وأعد كسو علي المدرس معلم قحري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الطالب أردقي بعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته المدرس معلم قحري لماذا تغيبت عن الدراسة؟ محاضر غمغنيد وحبر الشرح الطالب حلو أصبت بزكام شديد وحيقول لعي دري آد يهرقب آدو أدك المدرس حلو بما شعرت محاضر ينتي الطالب حلو شعرت وحمدر بصداع حنون شديد آدو أدك في الليل هبينكي وارتفعت وحا كرق عضي درجة حرارتي هيركوكا هيركوكا يقول آد موقع حمد ما يشي سري وحرارة الفر بوقع دي. المدرس معلم كل هذا قابلته ما أقتقتي الطبيب أختارك ما أقتقتي الطالب يحرر نعمها ذهبت وأنا تجي وأنا تجي إلى المستشفى وحن كنت أختارك بالإسعاف يعني قرمت كدقدقة واحد أمبراس بابوك هسا لا يقو قاضي وقابلت الطبيبة وحن طبعا لا كل ما أختارك المدرس معلم كل حري وبما نصحك الطبيب محوك قلت لي أو خوشي أو سمي كل أختارك الطالب يحرر نصحني وحري قلت لي بالراحة هنا نستو وأن شغله يروح برسالة توتيو وتناول الدواء دواء أنا أنقاطه وهذا هو التقرير الطبي وكان قرالك عافماتك الدكتور يوسف قري المدرس معلق شكرا لك واضنها تنتهي سوى لسان بعض شيء وبما تشعر الآن إما كان محاضر يبيسا الطالب أرد يقول الحمد لله إله بام هذله أنا بخير إما كون وناقصني أنوب وعافمتك وفي عيب الحوار الثالث وذا الشيكيسي قال سدحاد انظر ايك انظر ايك واستمع لقيسه واعدك علي الزوجة واحد تري قبل لي حاسك اهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الزوج وحر ننكي قبينا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الزوجة قبل بات خيرا ووناك هل قابلت ملك لانتي الطبيب الاختر كي الزوج وحر ننكي قبل لقبي نعم ها وحفحصها السدر لابت ايو باري لابتيدو باري والقلب وضنهن او باري والكلية كليدة او باري وقاس وحو قياسي الضغط هير كل وحو قياسي هيركا برشركا عدادسك ديجي
يعني دي جيجو سيدو يهانو إنو دي كر لأي إن كالي هو أغي الزوجة تكبر دي واحد وما النتيجة محاي نقصي رسالت أما النتيجة كصوبها بي محاك حاسلي كصوبها بارتاك الزوجة وحو لتوابتر محاي نقصي الزوجة وحو القلب سليم ورطق وضنها يقو وفيو يحي ساسي نقصي توابتي والحمد لله إله بانا مهدري هدو وضنه فيو يحي هناك ارتفاع قليل واحد شرك خروك عير في التقضي حاجة دي كركا وحقايرة دي كربا ترى والسكري يو حقايرة معانا الزوجة واحدة قبل ما سبب ذلك محاق الصواب هي كيني حنونكا الزوجة حول زيادة الوزن ميزان كي يجيبها بطي ووحن نقضي قف هيلب بضن ياشي الزوجة واحدة لي وماذا طلب منك الطبيب محوك هاعو تصدي نختركو يعني محوك ويدي سوا محي محوك يري سمي ويعني سيحنون كان أدوغو بكستو الزوج وحو طلب مني ترك السكريات وحو قاعد صديقنا نسكد دايو حيابها مع معانك ما دام معانكو وكور يركعي الزوجة وحي تري حاسكي وهل طلب منك شيئا آخر وحا كلاو قاعد صديق وكوية سمية مترا وحنون كان كوية رينس الزوج وحو نعم ها ممارسة الرياضة وحو قاعد صديقنا نسمية عياره يتشمعسي إنا نسمية هذي كبال العيارة هذي تشمعسي كالتها إنا نعيارها تركة جمعس قو فايدية إنا نسميه وتناول الفواكه إنا نقاط قطرد لعنة أنا كرين سن لين تيو عم بها إيو موز كيو وال خضروات يكو ولا كريو سيدا برد هذا إيو ثمان هذا إيو وحيل متى الزوج تروح تشفاك الله الله كو عافيه الزوج يروح لينك شكرا لك واد ما هتنتهي بوكوتي المفردات إريادها إمكا أيان سو قادرين نوغو تري كوا أن سو مرني أي حواراتك العرض سو بندقي انظر إيه واستمع دقيسة واعد كعلي أسنان إلكو أنف سنكا أذن دكتا حنجرة عنها كلية كلدة زكام دري صداع مدحنون فقد ليكر نتيجة جواب طبيب الأسنان دخترك إلكها الضغط يرتفع ليكو كرب أكعي يفحص وباريا إسعاف وأنبلاس أما قربة كده دقة يقابل ولكل ماي يصاب واحد كل عي تقرير طبي وقرار خصوب حي وقرار عافمات يعني وقرار كوسو قرار دكتوركو قفك أباره نتيجة دي سيء قانك يتلدي سوكو صار يدوين كيس يو حلمت كا سليم هو في يوي هاي ينصح وح كل تلي راحة النصشة وقفك شقدي دبتيس كده أيو قولها زيادة الوزن ميزانك قفك يهلب كيس أبطه سكريات وحيالها مع معان خضروات وحيابها خضرت أه أنت بطن لك كريو قلب ووضنها دواء ودو ألم حنون صدر رابط رجلها سواء كون كسوة قادمي محوها حوارات التدريب الأول ليلس كوبادو حوي يسل بين الكلمة والصورة المناسبة واحد سوحدة أو حريق سوحدة أريج هل كان كقرن يصور ككوها بون أو تلمامي أثنان بهالكائن أو قرن هل كجيم كأي يصور كأثنان كقرنيه رأس باي نقرن مذاح مذاح باي نقرن هلكا ألف وح كقرن مذيح أصورن أنف بهلك إنه قرن هلك الدال كوسن كيسورن يه حنجرة أي نقرن وعنها وح كوسورن هلك بعض وكوسورن با أي عنها أذن أي نقرن كاشنات وح زايد هلك ده يصور كيه أذن وقرال كيه زايد أنا صور كيه ده كقرن صدر واللابتي هل كحاد وكقرنته باللابتي سوور كده كقرين قلب ووضنها هل كوو كقرين هاي هي سوور كيسو كقرين هاي هل كستيد واحد قال كلية كلدي هل كحاد وكقرنته هاي هي سوور كده كقرين التدريب الثاني لا يسكلابات سل بين المرض والعضو واحد حديث حنون كأيو أي حبنته حنون استقفك إما كواحد حلقة قرن كل زكام با قرن أنف با مركا لغو دريا أو سنكا هذه جردوب كايا حاسولي ألم أيالكا كو قرن ألم صداع ألم مركا ألم أسنان الكا حنون وكري صداع الرأس مدى حنون صدح لا أربا كسين زكام أنف هي صداع الرأس هي ألم أسنان سأسأل أسوق جيني التدريب الثالث وحوية الليلة السادحات أكتب
رقم العضوي في الدائرة واحد كقرطها هل كان قابتها قابة وضعت بناسه ومارتي يحريقه كتالة نمبر كاد حبنتها هل كان رأس بها كقرم رأس رأس واحد كتلمان هل كان جيم كقرية هاي قابة وضعتها لبنان نمبر كان كو مدحو ليه هاي هل كان جيم كا قابة وضعت كهر يزي حريقه هرتيسك نمبر كو كقر ودن بها هل كان كقرم هل كان ألف كقرية هاي قوابضة برنان ما يوحى كل حاجة قلب أو وضنه هي قلب أو وضنه هي ووجو هل كقرية هاي دائرة كهر رئيسة نمبر اثنين كقر ودن بها كل حاجة تصدح هذا هل كان كقرن تهاي ألفكم ودن ألف قال كقرية هاي دائرة دي سبرنان نمبر صدح جري أسنان واقع أفراد نمبر كذلك دائرة برنان كقرن كهر رئيسة يحريق كتالة الله نمبر أفر كقر أنفن واسنكا بعض هالك كتالة الله دائرة بنانا كقرن ستة كقر ولكن نمبر كجري مفردات إضافية العرض وأريد إرادة الله صوب صوبندق جودي مفردات إضافية وأريد إرادة وأن كتير حوارك حواراتك العرض صوبندق انظر إيه واستمع لجيسو واعد كعلي هذا ما حقول عشرة زائد عشرة عشرين بعد بدنا هوس كقرن طب أنتم اللوجي والله باتن عشرين زائد عشرة لباتمك لو قدرت طبعا ثلاثين ثلاثين زائد عشرة يساوي أربعين وأفرتم بين المتاعي أربعين زائد عشرة يساوي خمسين وكنتم خمسين زائد عشرة يساوي ستين مرقى حال قري عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون ساس الله قري ولا سيودي وحالي عشرة ستين زائد عشرة سبعين سبعين زائد عشرة ثمانين ثمانين زائد عشرة تسعين تسعين زائد عشرة مئة تسعمائة واحد تسعمائة زائد مئة ألف سؤال بقول هذي بقول لقي واكون هذا بدل قول سبعون ثمانون تسعون مئة ألف التدريب الأول سل بين العدد وكتابتي حليل ترد إيه قرى الكيسة ثمانون ثلاثون سبعون خمسون ستون ساسة وقرن تاي ثمانون وخاند كوبات بقول الكيسة كتلا خاند صدحان النمبر كيدي بقى كتيرة حريق يسوق واحد ثلاثون خاند لباد بقى كتيرة رقم كيدي نوح كتيرة خاند أفراد نمبر كيدي وقراله حريق يسوق واحد سبعون واحد كتيرة قرال كيدي يدي النمبر هين خاند صدحات تراهان واحد قرنت التكوبات حريق يسوق واحد بكله خمسون واحد كتيرة خاند أفراد مركز تراهان وقرنت الرقمنا شم واحد كتيرة خاند لباد حريق يسوق واحد ستون waxay ku jirtaa khaanada lixaad number kedan toos buu hoos yaalaa iyada way isku beegayeen atadribi athani ratib al-aadad tirooyin kana isku hagaaji way isku ma habaysan isku hagaaji maxay qoran imka waxa qoran 60 80 40 20 50 30 70 90 alif 100 saasay qoran tahay hadoo maxaa laga bilaabaa u yartay baa laga soo bilaabaya 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1000 sidaa isugu hagaaji khaanada tii kood baa lagu qoray inta kale adigu buux atadib saalid akmil ila 100 imka 20 halka lagu qoray boqolka gaarsi khaanadaha banaanka ku buuxay oo waxa 30 40 50 60 70 80 90 100 inta gaarsi atraatib an-nahwiya waa jumlooyinka xaga naxwada imkana atadrib al-awwal تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال اسوي دار سدا ويدين يور علين هذه صاحب كا سدا تصارها قرن المثال طا واحد وحل بما تشعر محاد دريميسا طا يتنوحل أشعر بألم شديد في أذني وحن كدريمي حنون آدو هذا دكتيدا دكتيا حنون إيسا هل كان أنف باقرن انت عن لك سمي بما تشعر محاد دريميسا وصن أشعر بألم شديد في أنفي وحن دريمي حنون آدو هذا وصنك أنك دريميو حنجرة هلكا كقرن بما تشعر بدل سمحاء دريميسا أشعر بألم شديد في حنجرتي قرن قلشها أما عرها أيان حنون لديك دريمية قلب بالك كقرن بما تشعر بدل سمحاء دريميسا سنة أشعر بألم شديد في قلبي وضنها آدي حنونية أسنان بالك كقرن بما تشعر محاء دريميسا وضمرك ونسا سنة أشعر بألم شديد في أسناني الكهن آدي حنونية سدر بالك كقرن بما تشعر محاء دريميسا أشعر بألم شديد في صدري لابتيد أي حنون بدنك هيا
التدريب الثاني تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال يسوي دار سدا ويدين يور علين أما سؤال يجواب أدي صاحبك ست صلاة عنك قرن المثال سؤال حوية واحد ماذا طلب منك الطبيب محوك عصر دخترك إنا تسمي سمحوك ويديستي ومعنى يدوحوك ويدي محوك ويدي مع دخترك السمي حق عاثماتك دارادي طيب نوحو طلب مني وحو ويديسترك الملحي إنا نسكد دايو ملح ده إنا نسكد دايو سكريات إيا القهوة إيا الشاي إيا اللحم إيا حليب قرن انت اصلا قسم ان انت لك ماذا طلب منك الطبيب محو كعص دكتورك طلب مني ترك السكريات وحو قعد صدي انه وحياه مع معاني اسك دايو ماذا طلب منك الطبيب طلب مني ترك القهوه ان اسك دايو بنك اي ويديستي ماذا طلب منك الطبيب محو كعص صدي طلب مني ترك الشاي ان شاي اسك دايو ماذا طلب منك الطبيب محو كعص دكتورك طلب مني اللحم ان اسك ترك اللحم ان هلبك اسك دايو ماذا طلب منك الطبيب محرضك ويديستي طلب مني ترك الحليب إن أنا سكدة يعانى أي عطسدي أما ويديستي يعني وحى فري إن أنا سكدة تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال يسوي إذا سدى سؤال يجواب ويديني ورعين أضي صاحبك ستصارع كقرن المثال تصالح وحوي طا واحد وحيري لماذا حضرت إلى المستشفى دخترك محاضو تمت طايت وحوي حضرته لمقابلة الطبيب الأسنان وحنو من الله كلمه دكتورك إلكها الجامعة المدير باقرن لماذا حضرت إلى الجامعة ما حد جامعة دوتمي صرنا حضرت لمقابلة المدير إن المامولها جامعة دلوك المان دونية هذا الكلية الأستاذ باقرن لماذا حضرت إلى الكلية وقبل جامعة كم إذا ما حد تمت كلية ده صرنا حضرت وحنو يمد لمقابلة الأستاذ إن المعلم خلوك المو المستشفى الطبيب الأنفي باقرن كقرن لماذا حضرت إلى المستشفى ما حد دكتورك أوتمي حضرت وحنو يدبو مركونا إياه لمقابلة طبيب الأنف إنا لكم دكتورك سانك كلية السيدة هلقن كقرن لماذا حضرت إلى كلية السيدة ما حضرت من كلية اللقو برت الدوينك وصورنا حضرت لمقابلة السيدلي وحنو إنا لكم ننك كتخصي علمك الدوينك الشركة المهندس باكو قرن لماذا حضرت إلى الشركة ما حصل كده ما أنت أوتمي الدنيا كاسوقري حضرت لمقابلة المهندس وحنو يمد إنا لكم إنجنيرك المطار أخي بالك قرن لماذا حضرت إلى المطار ما حاضر تمد دختر إيربودك أما جرانك ديار ذها صرنا حضرت لمقابلة أخي وحنو يمد إنا ورالك إلى كلمه التدريب الرابع تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال يسوي درس ويديني ورعلين أدي صاحب كذا صدا كو قرن تصالحا أو خلقه هو سكرني يعنيه المثال طا واحد أهل ديك موعد مع طبيب مية بلا الله إذا دخترك طايت نوح نعم ها بلا بلا الله موعدي الساعة العاشرة بلا أنت دوا ساعة طبنك المدرس التاسع باقرن وحول هل ديك موعد مع المدرس معلك مية بلا سنتين وصول نعم ها موعدي التاسعة الساعة التاسعة بلا أنت دوا ساعة السجالات المهندس السابع باقرن هل ديك موعد مع المهندس موحى لا لا هذا بلن إنجنيرك وصول نعم موعدي الساعة السابعة ها بلن ما لا لا هاي بلن كان هو ساعة تضبطة طبيب الأسنان أسنان الخامسة باقرن هل ديك موعد مع طبيب الأسنان مياد بلن لا لا هذا دخترك إلكا وصول نعم ها موعدي الساعة الخامسة بلن تدوى ساعة السنات شنطة الممرض السادس باقرن هل لديك موعد مع الممرض منك النهارستا مياد كالكالية عافي ماذا مياد بلا الله ليه دهي سؤال نعم ها موعدي الساعة السادسة هاي الساعة اللحدة وهي بلا كيكو السيدلي الثانية عشرة هل لديك موعد مع السيدلي منك دوينك يقانا مياد وح بلا الله ليه دهي سؤال نعم ها موعدي الساعة الثانية عشر عشرتها هاي بلا انت دوا الساعة اللي بيطو بنك الأستاذ الحادية عشرة هل لديك موعد مع الأستاذ معلك ما بلن بلن ليضح سو نعم ها موعدي الحادية عشر عشرة وصاعدة كوب يطبنك التدريب هاتي جملة كما في المثال جملة يمكن ستصالحك قرر المثال طا واحد وحول الذهب الصالح إلى المستشفى مستشفى صالح دخترك وتقي لزيارة الطبيب سيدو صوب وغدر دخترك دختر مستشفى وقوبتا يقريها أيا لدى مستشفى دكتور أيه إنه هنو طبيب كنوا وانك أقانت علمك دكتور كله وهو قفك الجامعة المدير ذهب محمد إلى الجامعة جامعة دو تجي
لزيارة المدير سيدو وصوب وغضو مامولها جامعة الشركة. ذهب علي إلى شركة بوتغي لمقابلة لزيارة المهندس سيدو صوب وغضو إنجينيركا الكلية الأستاذ. ذهب عبد الله إلى الكلية بوتغي لزيارة الأستاذ ثم علنك وصوب وغضو الرياض الأهل. ذهبت فاطمة إلى الرياض بيتكتي لزيارة الأهل سيهل كيدي دد كيدو صوب وغضو. ذهبت آمنة إلى جدة جدة تغتي لزيارة الأصدقاء سيسا حبت أصاب وقته المدينة الأسرة. ذهب خالد إلى المدينة يوتغي لزيارة الأسرة سوق ويسكيس أصاب وقته. التدريب السادس ليلسك اللحان هات عبارات هذا لكين كما في المثال ستصالحا. المثال صالح وي ذهبت إلى المستشفى تختار كيبان تغي بلس عاف بان كتغي أمبلاس مارة قرمت كدقدقة بابوركا أمبلاس كاي قاضي وقابلت الطبيب وحن لكم الدكتوركا الجامعة الحافلة الأستاذ بركا كوقرن وحن قال ذهبت إلى الجامعة جامعة ديبانتكي بالحافلة بس بان كنتكي لي وقابلت الأستاذ وحن لكم المعلنكي حقنا الشركة القدار المدير باكو قرن. ذهبت إلى الشركة شركة أيانتكي بالقدار ترين كان كنتكي وقابلت المديرة مامله شركة أيا لكم شاطئ البحر باكو قرن السيارة باكو قرن صديقي هذا زمركا. ذهبت إلى شاطئ البحر وحن تجي بدي حلي جدا ببض قورجين بالسيارة باور بانكوتري وقابلت صديقي وحن كأقول لكم مساحيب كي القرية القطار جدي وحن كأقول ذهبت وحن تجي القرية الضابية دي بالقطار وحن كتجي الترين وقابلت جدي أوجي وحن كأقول لكم المدينة الطائرة أخيرا قرن. ذهبت إلى المدينة مدينة تجي بالطائرة الديارة بانكوتري وقابلت أخي ولا كمال كأقول لكم الفندق السيارة عم تبا قرن. ذهبت إلى الفندق وعن تجي هوتيلك بسيارة باور بانكو تجي وقابلت عمتي الددي بانك أقول كل ماي ملخص التراكيب قال كنوع وعي تراكيب تقول صوك خوي أما تملون كي الله صوك خوي معنيه كتري قيبت كده حوي موعد الساعة العاشرة بلنت هذا الساعة طبنات التاسعة السجارات السابعة التطبات الخامسة السنوات السادسة اللحاد قيبت لما دوحة وي حضرت وحن ويمد لمقابلة الطبيب الأسنان إن الله كلمه دكتور كيلكا المدير مامورها إن الله كلمه الأستاذ إن المعالك الله كلمه السيدلي إن الله كلمه إنك كنت خصيد دوينك المهندس إن الإنجينير الله كلمه. قلت سيدة حضوحة وي لماذا حضرت إلى المستشفى محاضوتي من الجامعة دكتور كمحاضوتي من دكتور كمحاضوتي من الجامعة جامعة محاضوتي من الشركة الشركة محاضوتي من الكلية كلية وحلقوا برت محاضوت تمت المطار محاط جرام كدياردها أوتمت قيبت أفرضها هل لديك موعد مئة بل الله لا يضحي مع الطبيب الأخترك المدرس مع معلنك المهندس إنجنيرك مهندس إنجنيرك الممرض إيو كالكاليها عفمانك نيرستا السيدلي إنك دوضة يقارن يكون تخصصي دوين يأقونتون. قيبت سنة دوحة وي أشعر بألم شديد وحن دريمي حنون أدك في ودنودك تيدا أنفي سنكيك حنجرتي عناهيك قلبي وضنهاي أصلا أنا إلكاي قلت اللي لحد وحوي طلب مني وحي قعدصي ترك الملح هنا ملح إسكدايو ترك السكريات هنا وحياها معان إسكدايو ترك القهوة هنا مبوكي إسكدايو ترك الشاي هنا إسكدايو شاها ترك اللحم هنا اللي بكدايو عافمات درادي الأصوات وفهم المسموع هل كان وحوي عضدك هي وحياها الله مغليو إن اللي فهموا وياه أول الأصوات وأريدي التدريب الأول استمع لقيس واعد كعلي محمود ونن مجيء مسعود وقف مجيء 20 هي 30 40 50 هذا التدريب الثاني استمع واعد أريضا يعني بر بر بور سد سود فل فول عد عود حر حور حط حوت جد جود در دور تموت تموت أريضاس يعني لقاهان أبار أبار. التدريب الثالث استمع واعدك على كون وآياتك القرآن كها والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعل بالمؤمن الشهود فيها سر مرفوعة وأقواب موضوعة ونمارق مسفوفة والذين هم لأمانات معاهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون والطور وكتاب مسطور في الرق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور في سدر مخضود وطلح منضود وذل ممدود يعني كواسنا وقرآنك أو يدنا يلقفه يعني انت صغر كبرت أي وقت لقرين ملك وحددنا خلال مرأي. ثانيا فهم المسموع إما كان ووحي للقيستي اللي فهمه وعاتشلت دي أسردت دي للقيستو تبعنا وحلقا ويديو
بل ساد فهمتي. التدريب الأول استمع إلى الحوار وضع الشاكيسك عشرة دقيقة ثم ضع علامة الصح، علامة الصح لك في المربع المناسب أفرقيس لها أما اللي بتبارنها قوها بون. التدريب الثاني استمع إلى سؤال، سؤال اللي قويدين دقيقة ثم ضع الرقم نمبر كوكر في المربع المناسب مربع إذا إن جهه سيمشى كوكر كمناسب في سؤال شو صعته ثق ميال. التدريب الثالث لا يلزك الصدحات وحوي استمع إلى الفقرة واحد دقيقة تاء تدعى هذا الكا ثم أجب عن الأسئلة. سؤالها عند بدنك شو اللي قويدينه بما شعر أحمد، أحمد محوط ريمي متى ذهب إلى المستشفى قال مرختر كتجي ماذا فعل الطبيب لأحمد محوق قبتي دختر أحمد محوق قبتي كيف أسنان أحمد الكا أحمدي واسيد إمك ماذا طلب منه الطبيب دختر كيسك إمك محوق ديسي بما نصح الطبيب دختر كمحوق للتري. التدريب الرابع استمع إلى الفقرة دقيسة تدعى عن هذا الكا ثم أجب عن الأسئلة. سؤالها عند جواب متى استيقظ عمار قرمو عمار توصي لماذا محو وقتك أو توصي برخ وقت الشيكتو كيف ذهب عمار إلى المستشفى دكتور كسيدو كتغي يعني ما إسعاف يوحو كتغي أمبراس بابور بكتغي ملوك بكتغي ماذا فعل الطبيب لعمار محو سمي وقبتي دكتور عمار مكتغي كم يوما بقي عمار في المستشفى إمي سعشو كتري عمار دكتور لماذا ترك عمار إلى المستشفى دكتور محو قتغي عمار مركي دنبي با استمع إلى الفقرة ثم أجب النعم أو بلا واحد دقيسة تدعى حضلك أما هذا واحد لقاوي ديو هدو صحي هاي أما ما يده هدو قلدي هاي شعر عمار بألم في صدري وحو قدر يمي عمار لابتي سحنون تكلم عمار مع الممرض وحو الله هدلي عمار ننكي عاثمات كالكاليها عاثماتها من نارستها في المستشفى دكتوركو قولها اللي طلب عمار سيارة الإسعاف وحو عطصدي عمار إن لو كانوا بابورك أمبلاس تاها ذهب عمار للمستشفى دكتور كوتك عمار حضرت سيارة الإسعاف واحد تمد بابورك أمبلاسك بعد خمس دقائق شن دقيقة دبديد شن دقيقة كدبو بابورك يمد قضى عمار أربعة أيام في المستشفى وحقولنا ما يستيقو كتري عمار دكتورك أفر مع الموت فحص الطبيب دكتورك وحو باري وذن عمار عمار دكتيسة يورأسه مدحيسة بعد ثلاثة أيام صدع الشيء كذب ذهب عمار عماروح تري إلى العمل الشغال يسي وديبو قلابتي الكلام يمكن هو هذا الكي وإن لقوا هذا التدريب الأول لا يلزك الكوبات تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال إسوي دي إسوي أرسدم وضع الشيء كيسي أدي صاحب كاسات صلاة كقرم المثال طاء واحد يحول بما تشعر محا دريميسا طاء اتنين يحول أشعر واحد دريميا بألم في صدري حنون بان كدري لابتي ده وبما تشعر أنت أدم حادري ميسا طايتني دا واحد يقول أشعر بألم في أسناني أنا حنون بان كدري الكهيجة أذن يحنجر بها كم كوقرم ساسو كلو قسمي وحتى بما تشعر محادري ميسا فصول أشعر بألم في صدري في أذني بكتي دان كدري ميا حنون وبما تشعر أنت أدم حادري ميسا بورني فصول أشعر بألم في حنجرتي أنا عنها حنون كدري ميا قلبي أنف بها كوقرم وأنا بما تشعر محادري ميسا وصلنا أشعر بألم في قلبي وضنها إذا حنون كدريمية وبما تشعر أنت أدنى محا دريميسا وصلنا أشعر بألم في أنفي سنكي كان كدريمية أصنان يسدر باقو قرن بما تشعر محا دريميسا بأورنية وسوس آشا سكتشوز أشعر بألم في أصناني إلكا إذا حنون كدريمية وبما تشعر أنت أدنى محا دريميسا وصلنا أشعر بألم في صدري أنا لابتن حنون كدريمية لابتن حنونيس حنجري أنف باقرن بما تشعر محا دريميسا وكنت أشعر بألم في حنجرتي عنها أيان حنون كدريمية وبما تشعر أنت أدنى محا دريميسا وصورنا أشعر بألم في أنفي سنكن حنون كدريمية رأسي أصنام باكو قرم بما تشعر محا دريميسا صورنا أشعر بألم في رأسي مضحا حنونية وبما تشعر أنت أدنى محا دريميسا صورنا أشعر بألم في أصناني الكاهي حنونية أذني قلب بما تشعر محا دريميسا وأنا أشعر بألم في أذني دكتا حنونيسا وبما تشعر أنت أنا محادري ميسا صلي أشعر بألم في قلبي أنا وضنها حنوني. التدريب الثاني تبادل الحوار مع زميلك كما في المثال اسوي دارسة ويدين يو العليم أما سؤال يجواب أدي صاحب كا ست صالحان كقرن صالح وحوي المثال طا واحد يحول بما تشعر محادري ميسا وسو طاية يحول أشعر بألم شديد في صدري شديد وقل وقصوت علي يعني حنون آدو أدك أيان لابتك دريمية برسولنا يا طا واحد شافاك الله الله كو عافيه طايتين وحول شكرا لك واض ما هتنتي
hadaba waxa halkan ku qoran maxay ee asnaan baa ku qoran dadnu xornaya bima tashuru soona ashuru bi alami shadidin fi asnani soona shafa kala shukran lak udhun baa qoran bima tashuru maxaa dareys soona ashuru bi alami shadidin fi udhuni soona shafa kala soona shukran lak waad mahadsantahay raasi halka ku qoran bima tashuru maxaa dareemaysa soona ashuru bi alami shadidin fi raasi madaxaan xanuun badan ka dareemaya soona shafa kala allah ku caafiyo waana shukran lak waad mahadsantahay anfi baa halka ku qoran waana bima tashcur soon ashcuru bi alami shadiid fi anfi sankan xanuun adag ka dareemaya soo leeshaafa kala allah ku daweeyo soo shukran laka waad mahadsantahay xanjara halka ku qoran bima tashcur maxaa dareemaysa soon ashcuru bi alami shadiid fi xanjarati cunahan ka dareemaya xanuun aad u adag soo leeshaafa kala allah ku daweeyo allah ku caafiyo soo leeshaafa shukran laka waad mahadsantahay qalbi baa halka ku qoran soon bima tashcur maxaa dareemaysa hone ashcuru bialami shadiidin fi qalbi wadnaha xanuun adag ka dareemaya oo shaafa kala allah ku caafiyo shukran laka buu odhanaya waad mahadsan tahay atadribu thaalith tabaadul alxiwaara maca zamiilik isweydaarsada saaxiibka wada sheekaysi sida tusaalahan ku qoran kamaa fi lmihaal sida tusaalahan almihaal tusaale waxa weeye daa wax hal qaabalta dabiib dhakhtarka ma la kulantay daaitin wuxuu nacamha wa faxasa alqalba waa la kulmo wadnaha ayuu baadhay daait waaxid wuxuu ihi ma natiija jawaabtii maxay noqotay taaitini wuxuu ihi alqalbu saliim qalbiga horta wadnuhu uu fayow yahay walxamdu lilah ilaha baana mahadale alaafu baa halkan ku qoran saasoo kale uu sameeyey hal qabalta dabiib dakhtarka ma u tagtay masa nacam waan la kulmay wafaxasa anfa sankuu dabeedna baaday wuxuuna ma natiijatu waa maxay jawaabtu wasuu odhanayaa alanfu saliim walxamdu lilah horta sanku uu caafimaad qabaa ilaha baana mahadale asadra baa halkan ku qoran hal qabalta dabiib dakhtarka ma la kulatay soo dhe nacam ha wafaxasa sadra laabtuu baaday ma natiija waa maxay jawaabtu maxay noqotay soo dhe asadru saliim walxamdu lilah laabteedu way fayowdahay ilaha baana mahadale alasnaan baa halka qoran hal qaabal dabiib dakhtarka ma la kulantay nacam buu odhanay wafaxasa alasnaan ilkaha ayuu baaday soo dhe ma natiija waa maxay jawaabtu maxay noqotay soo alasnaanu saliimatun ilkuhu way fayowin walxamdulilah ilaha baana mahadale oona hal qabalta halkan alxanjara baa ku qoran intaan ilaa ka sameeya lagu leeyahay alxanjara hal qabalta dabiib dakhtarka ma la kulantay hose nacam ha wafaxasa alxanjara cunahuu baadhay ma natiija maxaa ka soo baxay jawaab soo dhe alxanjaratu saliimatun cunuhu uu fayow yahay walxamdulilah ilaa baana mahadale aaludun baa halkaa ku qoran hal qabalta dabiib dakhtarka ma la kulantay nacam buu odhanaya ma natiija buu odhanaya maxaa ka soo baxay ee jawaaba soo dhanaya aludunu saliima dhigtu way fayowdahay walxamdulilah ilaha baana mahadale alra'as baa halkaa ku qoran hal qabalta dabiib dakhtarka ma la kulatay nacam buu odhanaya soo dhanaya ma natiija maxay noqotay jawaabtii uu dhakhtarku siiyey alra'asu saliim madaxu uu caafimaad qabaa walxamdulilah ilah baana mahadle waxa faxasa ra'asa ma natiija soo dhanaya alra'asu saliim atadribu raabic tabaadul alxawaara maca zamiili kamaa fi lmihaal isweydaarsada weydin iyo warcelin wada sheekaysi adiga saaxiibka tabaadul alxawaara maca zamiilik isweydaarsada saaxiibka wada sheekaysi sida tusaalahan ku qoran almihaal tusaale waxa weye daa waaxid wuxuu yihi bima tashcur maxaa dareemaysaa daaitin wuxuu ihi ashcuru bialamin shadiidin fii udni dhegtan xanuun badan ka dareemaya daa waaxid wuxuu ihi hal ladayka mawcudun maca dabiib dakhtarka ma la leedahay ballan soo odhanaya tinin baa wuxuu yihi nacam mawcudi asaca alcaashira haayo ballan baan la leeyahay ballankayga waa saacadda tobanka asnaani asaaca bicabaa qoran bima tashcur maxaa dareemaysaa wuxuuna ashcuru bialamin shadiidin fii asnaani ilkahan xanuun adag ka dareemaya wasoo odhanaya hal laka mawcudun maca dabiib dakhtarka miyaad la leedahay ballan soo nacam mawcudi asaaca saabica haayo ballan baan la leeyahay oo ballankaygu waa saacadda toddobada anfi asaaca alwaaxida baa halkaa ku qoran bima tashcur maxaa dareemaysaa buu odhanaya soo dhanaya ashcuru bialamin shadiidin fii anfi sankan xanuun adag ka dareemaya markaa soo odhanaya hal ladayka mawcudun maca dabiib dakhtarka ballan ma la leedahay soo nacam ha mawcudi asaaca alwaaxida ballanka baan la leeyahay ballankaygu waa saacadda kowda qalbi asaaca thaamina bima tashcur maxaa dareemaysaa ashcuru bialami shadiidin fii qalbi wadnahan xanuun adag ka dareemaya haladayka mawcudin maca dabiib dakhtarka ma la leedahay ballan soo dhe nacam ha mawcudii asaaca athaamina ballankaygu waa saacadda sideedda sadri asaaca alkhaamisa bima tashcur maxaa dareemaysaa wasoo dhe ashcuru bialami shadiidin fii sadri laabtan xanuun adag ka dareemaya haladayka mawcudin maca dabiib dakhtarka ballan ma la leedahay soo nacam ha mawcudi asaaca alkhaamisa ballankeedu waa saacadda shanaad ra'si asaaca raabica baa halkaa ku qoran bima tashcuru maxaa dareemaysaa wase ashcuru bialami shadiidin fii ra'si madaxaan xanuun adag ka dareemaya hal ladayka mawcudun maca dabiib dakhtarka miyaad macalaan la leedahay ballan ma la leedahay wase nacam ha mawcudi asaaca
الرابعة هاي بلن كي قوى ساعات أفرد حنجرتي بالك قرن ما بما تشعر محاد دريب يسوونه سأشعر بألم شديد في حنجرتي عونها نحن لديك دريمية سوني هل لديك موعد مع طبيب تخترك بلن ملالي هذا نعم بورنية موعد الساعة التاسعة هاي ساعات بلن كي قوى ساعات السقالات والله أعلم بالسواب وبالله توفيق